السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. موضوعنا اليوم هو إشارة ضربة الخنصر، ولمن لا يعرف الخنصر فأقول له أن الخنصر هو الإصبع الصغير في يد كل إنسان، وضربة الخنصر في الآثار والرموز الأثرية هي حفر صغير في الصخر ناشئ عن غرز طرف رأس الخنصر في طينة الصخرة. والشكل العام لهذه الإشارة شبيه بصورة نصف القمر تقريبا. هذه الإشارة لا تتواجد على الصخور المحتوية على عدد كبير من جرون حبة الحمص الطبيعية والناشئة عن التموجات الطبيعية للطين الطرية للصخرة خلال بدايات نشأتها، وغالباً توجد ظاهرة وواضحة ومميزة على إشارة كبيرة أو مجسم صغير أو إشارة نفر. وفي الأساس هذه الإشارة لا يمكن أن تأتي لوحدها، وإنما قرب إشارة أخرى صغيرة أيضاً على نفس الإشارة الكبيرة أو المجسم أو الإشارة النفر. بمعنى آخر أحبتي المتابعين الكرام، من النادر بل يكاد يكون من المستحيل أن تجد إشارة ضربة الخنصر على صخرة هكذا لوحدها بدون أن تكون مترافقة مع إشارة أكبر منها أو إشارة صغيرة أو موجودة على مجسم أو إشارة نفر. هذه الإشارة رومانية الأصل، ولكن امتدت إلى المسلمين وخاصة العثمانيين، واستخدمها العثمانيون كإشارة دمغة أي كطابع البريد الذي يعطي الإشارة شرعية وصفة الرسمية والتابعية للدولة. فأينما وجدت على إشارة فإن الإشارة عثمانية بحتة وتترافق بدفن عثماني كبير. طبيعة الصخرة الحاضنة لهذه الإشارة تكون على الأغلب صخرة متوسطة الحجم مغروزة في الأرض، ليس من السهل تحريكها، وهي حالة مهمة من حالات الصخرة الحاضنة لهذه الإشارة. وهذا يعني أن الإشارة التي طبعت عليها إشارة الخنصر مرتبطة بإشارة رئيسة أكبر منها وعلى مسافة تتراوح بين 30 متر إلى 50 متر. وطبعاً إشارة الخنصر هنا ليست تثبيت، وإنما كما قلت توجد على إشارة مهمة وكبيرة وواضحة، وغالباً تكون نفر ولها مميز اتجاه واضح وغير مموه. هناك الحالة الثانية التي توجد فيها إشارة ضربة الخنصر على صخرة تكون صخرة كبيرة وثابتة وممتدة ومن أصل الأرض، وفي هذه الحالة تكون هذه الإشارة ضربة الخنصر أيضاً موجودة على إشارة أكبر منها أو إشارة نفر، وتكون في هذه الحالة إشارة رئيسة دالة بعد ذلك على، وهي الإشارة النفر أيضاً أو الإشارة الكبيرة، تكون إشارة رئيسة ثم لها تتابع إشارات بعد ذلك. في نهاية هذا الفيديو المتواضع والمعلومة البسيطة، لا تنسوني من صادق دعائكم بظهر الغيب. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.